مساء الخير وتحية لكل من يتابعنا في هذه الأثناء. اليوم الاثنين 3 يناير من سنة 2022، أحييكم من مدينة الرباط من المملكة المغربية. كنحيي الجميع وكنرحب بالجميع في هذا اللقاء اللي اختارينا ليه من خلال الكثير من المعلومات في الساعات الأخيرة. جوج ديال المواضيع. الموضوع الأول، معلومات عن وجود شجار كبير بين العمامرة وتبون. شجار بهذا المفهوم ديالنا حنا وصل لدرجة المشنقة، يعني شنق واحد شنق على الآخر، يعني أنه شجار، وهذا كيعبر على الوضع ديال الدولة ديال الكابرانات. أنا عارفوا علاش وقع هذا الشجار، شنو هي الأسباب ديالو، واللي هي كتشرح في رواية أخرى الاختفاء ديال العمامرة، بالإضافة ربطوا هذه العناصر مع الروايات اللي كنا قلنا خلال الأيام الماضية. الموضوع الثاني وهو العدوى ديال المحاكمات العسكرية وصلات لتونس. كنقولوا دائما بأن الكابرانات طريق مكحلة، قلنا وصلوا هذه المسألة إلى تونس، كيتحاكم في تونس قائد أركان سابق. غادي نشوفوا علاش جبد في هذه اللحظة هذه، وشنو اليد ديال الكابرانات اللي وراء هذه المسألة وصلت لتونس، نفس الدورة اللي كاينة في البلاد ديال الكابرانات في الجزائر. ايضا من خلال هاد جوج المواضيع عندنا الصفحه ديال الصور او الفقره ديال الصور اللي غادي نشوفوها ونعلقوا عليها، ولكن قبل منها فقط هنا غادي نذكر بواحد المساله. المجله ديال الجيش، المجله ديال الجيش اللي هي الناطق الرسمي باسم الكابرانات ونقولوا باسم الدولة العسكرية كاملة، خرج واحد العدد جديد. شنو في هذا العدد هذا؟ غادي من بعد نشوفه أيضا في الصور. كتدعو الجزائريين إلى الالتفاف حول الجيش لمواجهة مناورات المغرب، بمعنى وصلوا لها في الأخر مباشرة. هذه المرة كيديروا دعوة للجزائريين، قال لك الجزائريين جمعوا حول شنقريحة باش يوقفوا ما سموه بالمناورات ديال المغرب. شنقريحة مازال مباش يحشم وما عارفش بأنه راه هو أكبر كارثة عند الجزائريين، بمعنى أنه ماشي يلتفوا عليه، خاصوا القنبة ديال الإعدام نتيجة ما يرتكبه ضد الجزائريين. نذكر فقط هنا ذاك الحادث اللي تأكد رسميا في التقارير الدولية وغادي يروج عند المنظمات الدولية وغيمشيو في أطراف المحاكمة ديال البيع ديال ولد شنقريحة لثلاثين رضيع جزائري، 30,000 رضيع جزائري، 30,000 رضيع جزائري اللي تبعت فقط هذه 30، ما بين 30 كاين اللي كيقول 33,000. تقارير كاينة وصلت إلى هاد النتائج. نبدأ قبل ما نبدأ بالصفحة ديال الفقرة ديال الصور، فقط باش تعرفوا الحماق والغباء ملي كيتلاقاو، لأنه كاين اللي كيكون حمق ولكن مرة كيمكن يهضر عادي هو راه حمق، ولكن كاين حمق اللي هو الغباء، كاين مع الغباء. الحماق والغباء هادو تلاقاو عند الكابرانات. ديرين واحد الفيديو، واحد الفيديو ها هو كنقربوا لكم تشوفوا فيه الصورة ديالي أنا هذا العبد الضعيف اللي قدامكم، وفيه الصورة ديال شنقريحة، وفيه الصورة ديال هذاك اللاعب اللي كاين في إسبانيا الزلزولي. ثلاثة هنا، شنو بغاو يديروا هذا الفيديو هذا؟ ومن بعد غادي يديروا فيه واحد، غادي يبقى غادي بهذه الصورة فيديو
ما كيهمش الكلام فيه، ولكن دايرين الجزائريين كيديروا فيه هذه الصوره. شو هذه الصوره ديال الشنقريحه؟ الشنقريحه كيضحك، او هنا الشنقريحه كيضحك، هتبقى غاده هذه الصوره هذه. وكيهضروا شنو كينسبوا، بغاو يتعلموا هذيك التقنيه اللي عاده كنديروا حنا، اللي هي صحيحه عندهم. قال لك بانني انا قلت بان، انا قلت بان شنقريحه هو السبب ديال الرفض ديال الزوزولي انه يلعب في المغرب ويلعب مع المنتخب المغربي. تشكون انا دابا شكون هذه الاولى؟ بعدا شوف شنو داروا، حطوا لعاب كيلعب فرقه شغلو هذاك، يلعب مع اسبانيا، يلعب مع، ما غندخلش في التفاصيل هذه، هذه اختيارات هو كيعرف شنو 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 كيدير، ما غندخلش في التفاصيل هذه. وما كاينش على لاعب واحد، ما يكونوش غالطين، راه كاين لعابه كثار، المغرب عنده لاعبين كثار، هذا موضوع اخر. ولكن جابوا القائد ديال الاركان، رئيس الدوري الفعلي، وجايبيني انا استاذ جامعي، وجايبين لاعب ديال كره القدم. دابا هنا الغباء ديالنا شنو دارنا؟ شكون هو الاضحوك هنا؟ الاضحوك هو شنقريحه حاطينه تما، الى درجه انه البعض بدا كينتبه لهم وكيقول لهم لا، هذيك الصوره اللي درتو دايرين ديك الصوره ديالو، ديك الضحكه ديال الحماق، واحد الضحكه تم، كيقول لهم حاولوا تحيدوا، حيدوا القائد ديال الاركان، ماشي بلاصتو، ماشي بلاصتو تما. بمعنى هنايا حنا شابعين فينا سبان، ما كيبس. ولكن هنا الخطوره هي انهم اللي كيبغيو يديروا شي رد كيديروه ديال الاغبياء. داروا رد ديال الاغبياء، حاطين القائد ديال الاركان مع لاعب ديال كرة القدم مع المنار السليمي هذا اللي جالس قدامكم، هذا فيديو اللي دايرينه، كيقول لك انا قلت بانه راه شنقريحه هو المسؤول على رفض الزلزال، بغاو يديروا هذه الطريقه ولكن ما عرفوش ليها. داروا هذيك الضحكه ديال شنقريحه، اللي شاف الصوره كيضحك، اللي شاف هذاك الفيديو كيضحك على الصوره ديال 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 شنقريحه. هذه غير فقط، راه الفيديو كاين، وبالمناسبه بزاف ديال اللي دي في الفيديو ما كتكون شي حاجه كيحطوني انا هذه الصوره، حاطيني انا مع شنقريحه. اذا ها هو باينه، بلا ما القراءات ليكم واسعه، القرايه هنا واسعه بزاف، يعني الواحد يمكن يقرا كاع من كاع الجهات كامله ديال القراءه واسعه لهذه المساله هذه، لهذه الدرجه ديال الغباء اللي وصلوا لها الكبرانات، وهي فيها انفعال. وحطوا قائد ديال الجيش، حطوه في موقع اللي هو قائد ديال الجيش ديالهم اللي هو الرئيس الفعلي، حطوه في صوره اللي هي اضحوكه. نمشيو لبعض الصور. الصوره الاولى هذا تعليق ديال 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 الجزائريين نفسهم، كيقول لك ودي هذا ابو الهول صالح بوجي، قال لك يبلغ من العمر قرن تقريبا، حيت تقريبا كمل القرن، ولا زال يحاول اخبارنا انه هو الشخص الذي سيبني البلاد. عندهم الحق، عندهم الحق. هذا دابا فاقد الذاكره، العمر ديالو قريب يوصل 100 عام، راه دخل في التسعينات، 92 ولا 91، ورغم ذلك مازال كيخرج يقول لك الجزائر الجديده. حتى من 1930، من 1930 تقريبا، هو من 1930 وكيحاول ومازال كيقنع. الان كيقول، كيهضر مع جيل كيقول لي غنبنيو الجزائر الجديده. حتى شمن الجزائر الجديده غتبني؟ دابا هذا شهاده على الحفريات. دابا خصو يدخل المتحف، داك الصوره اللي كنا شفنا هذا هو اللي خصو يدخلوا المتحف تما. واحد الصوره راه كنا شفناها ديال شي واحد تما، بحال كيبان الصوره الا شافوا شي واحد كيبقى يشوف بحال كوفرين بنادم. هذا خصو يحطوه في المتحف اللي جاي يشوفه، هذا خصو يتحط في المتحف اللي جا يشوفه. نزيدوا نشوفوا واحد الصور اخرى دائما من بلاد الكبرانات. غادي نشوفوا صوره ديال اللي يمكن نسميوه الفريق الوطني. هذا هو الفريق الوطني عندهم، هذا هو الفريق الوطني. ها واحد الصوره داروها جمعوا فيها كل شيء، ها هو بوتفليقه، ها توفيق مدين، نضر كحلين، ها خالد نزار، ها سعيد بوتفليقه، ها تبون، ها القيد صالح، ها اويحيى، ها الهامل، ها قوجيل، ها بالخادم اللي غبر، ها ولتحت كاين ها الشنقريحه، ها المجموعه كامله، ها بن علي بن علي، الفرقه كلها كاينه. ها هي هنا، هذا قال لك هو الفريق ولكن انا زدت واحد الجمله، هذا هو الفريق الوطني الجزائري اللي سطح البلاد مع الحيط. هو جمعهم واحد قال لك هما جمعهم في هذه الصوره هذه، شوفوا مزيان والواحد يرجع يقلب. كاين داك الشرفي حتى هو هنا، كاين هذاك المقري، كاين كاع المجموعه كلها هنايا. ها هي هنا كامله، ها
هذه هي الجزائر، الصوره ديالها. شوفوا هاد الاشخاص، واش كيبان لكم شي شاب هنا؟ واش كاين شي شاب هنا؟ هادو هما اللي خرجوا على الجزائر، هذا هو المنتخب. نزيدوا واحد الصوره اخرى، ايضا نشوفوا واحد التعليق اللي دار هنا على هذا، هاد الصوره هذه اللي كاينه في المواقع. هذاك القيد صالح، القيد صالح في لقطه ضرب الكره برجله، واحد علق من هادو ديال الكابرانز، قال لك من اللي مس البالون في 2019 ونحن رابحين، بدليل ان الجزائر اولى عالميا من حيث المباريات دون خساره بحال هكا. ودير لي الله يرحمك يا زعيم، هذا واحد من صحاب من هاد ومعلقين عليه صحاب الحراك. دابا هذا هو دايرين الصوره ديال القيد صالح في هذه القضيه، شويه غيديروا الصوره ديال شنقريحه شاد لكم، هذه راه صوره تاع هي، هذو معلقين عليه بهذه الطريقه هذه هنايا بهذه الصوره هذه. قال لك اودي باش تعرف كيفاش كيحاولوا يخلقوا شي واحد رمز، قال لك ملي مس الكره هما رابحين، ملي مس الكره الاسطوره مع الايديولوجيا مع الصوره مع هادشي كله داخل في هذايا. نزيدوا نفوتوا نشوفوا صوره اخرى ايضا دائما من بلاد الكبرانات، غادي نشوفوا واحد الصوره هنا غريبه وعجيبه، انا في الحقيقه ما لقيتش ليها تفسير. شوفوا معايا هذا راه هذا واحد شي حاجه رمز حاطينه في شي مدينه عندهم، دايرين هذا الرمز هذا، بغيت نفهموا هذا شنو، واش من جل ولا هلال، وهذه لفعه وهذه ايد. دابا دخلناك والله اللي داز شغيه، شنو هي الدلاله ديالها؟ شنو هي بصخيط الوالدين كيبغيو يصوبوا رموز، كيبغيو يصوبوا شي تمثال ما يعرفوش يصوبوا. ها هو شوف هذه هنايا، ها هي، واش هلال واش منجل اشنا هو، ودايرين واحد ليد ودايرين لفعه شاده هنا. هذا راه عندهم هنا دايرينو بحال تمثال عندهم في شي بلاصه في شي مدينه. نزيدوا نشوفوا واحد الاستقبال باش ننوعوا من جميع الاتجاهات. هذا هنا واحد الاستقبال، شو مسخيط الوالدين، هذا راه استقبال ديال الوفد الموريتاني، الوفد البرلماني الموريتاني. شو هاد مسخيط الوالدين، اولا غتشوفوا لتحت هنا طوابل جامعين، دوك الطوابل بحال ديال القهوه، دوك الطوابل اللي دايرين ها هما جامعينهم، ها هما دايرينهم هنايا، ها هي الطابله هنا بحال هاد الطابله بحال طالبينها. وشوفوا معايا هاد ليزار احمر، هذا اللي دايرين هنا، هاد ليزار احمر هنا، ها هو شوفوا مزيان هاد ليزار، واش هذا ديكور، واش هذا ديكور ديال استقبال؟ شوفوا هنا، شوفوا هاد المنظر هذا، هذا راه استقبال ديال الوفد مرحبين به ومجلسينو. شو هاد الفضيحه كي دايره، شو هاد اللون كي دايره، شوف وبين بانه بحال شي بحال مغلفين شي تابوت هنا، مغلفينو بالحمر هنا، وهذا الشيء مكمش هنا في الجنب، بمعنى حطوه في الاخر ملي يجي عندهم دوروه وحطوه وصافي. وشوف هنايا هنا مقاد، ها هو هنا كيبان، وهنا شوف كي داير هنايا في هاد الجانب. وشوفوا لتحت الصباب ديال الناس جالسين، والدص هذا راه اجتماع، هذا اجتماع واستقبال ديال الوفد. نمشيو للموضوع الاول، وهو العمامرة الغياب ديالو. قلنا في واحد المرحله مشات الروايه ديال كورونا، وقلنا الروايه ديال كورونا دائما كتكون وراها شي حاجه. الروايه الاخرى قلنا بان العمامرة راه عنده علاقه بقايدي، وكانت شي محاوله انه كان مع المجموعه اللي كتحاول انها تهرب قايدي، بمعنى عنده واحد الجناح. الروايه اللي كاينه الان هي تقريبا قريبه لهاد العناصر، شنو هي ملي كنقولوا قايدي وغيره، بمعنى انه كانوا كيرتبوا شي حاجه، كيرتبوا شي عمليه ديال انقلاب كيرتبوها، هو غادي يخرج للخارج، كان قايدي يخرج للخارج وغيبدا تنسيق. ولكن انقلاب على من؟ العمامرة كيرتب انقلاب على تبون، وصلت معلومات الى تبون انه راه كيرتب شيء ما في لقاء، كيما جا لقاء اللي كان في فرنسا، بمعنى العمامرة في اللحظه اللي كيهاجم فيها فرنسا دار زياره لفرنسا، مشى لفرنسا والتقى بالمسؤولين الفرنسيين،
وقدم راسه بأنه هو الرئيس القادم، وقال بأنه راه العسكر كل شيء بين يديه، بمعنى شاد العسكر، مشى قال هذه الجملة هذه. ولكن الجملة اللي وصف بها تبون، قال بأن تبون هو مجرد سكير، بهذا العبارة، قال بأن تبون نعتو بأنه سكير بهذا العبارة. السؤال اللي كيطرح أنا أخفون هذه العبارة، واش هذه دولة باللي كيمشي وزير خارجية وكيسب واحد اللي مفترض أنه رئيس الدولة عنده، كيسبه بهذا النعت هذا؟ أولا هذا شنو كيبينوا؟ أنهم كيمشيو كيفضحوا نفسهم أمام الأجانب قدام فرنسا، رغم أن فرنسا راه هي يدها كتعرف المعطيات كاملة. ثانيا أنهم كيمثلوا على الجزائريين، هما كيمشيو عند فرنسا، فرنسا هي اللي كترتب. ثالثا كيبين راه كاين صراع على السلطة، كاين صراع على العمامرة، ملي كيقول على تبون أنه سكير، هذه خطيرة جدا. بمعنى هنا تاديك الاطروحات واحد المجموعه ديال الحوايج كياكد واحد المساله ملي كيقولوها المعارضه، كيقول لك اودي على تبون ملي كيكون يهضر واش عارف اش كيقول ولا لا، هذا اكدها ملي كيقول مجرد سكير، هذه خطيره. هاد الناس خرج قال هذه المساله هذه، ثم قال بانه راه غيحيد في اي لحظه، وراه الرئيس هو اللي قديم هو العمامره. معلومات انها تقول بان هذه الامور وصلت الى تبون، وصلت الى تبون من طرف المحيط ديالو. لهذا الان ما يجري في بلاد الكبرانات كاين هذا الصراع ما بين تبون والعمامره، تبون والعمامره. جا في واحد المرحله اللي تبون انه بدا كيبني واحد التحالف، بدا كيبني واحد التحالف. اذا كاين هذا الصراع الان ما بين تبون والعمامره، الى انه بعض المعلومات كتقول بانهم وصلوا لدرجه كان غيتشنقوا بهذا المفهوم. هذا راه باقي القضية، الذين يعرفون الكبرانات والمحيط ديالهم جيدا كيعرفوا بأنهم كيضاربوا وكيتشيروا، بمعنى أنهم وصلوا كانوا غيتشانقوا، بمعنى غيتشانقوا بهذا المفهوم اللي كنقولوا حنا، كانوا غيتشانقوا في شي لقاء. لهذا لا يحضر، راه ما كيحضرش العمامرة، ما حضرش كاع اللقاءات. معلومات بأنه ماشي مريض، كيمشي كيدير الاتصالات ديالو، ولكن إلى حضر غادي يوقع صراع بيناتهم، بمعنى غادي يمكن وصلوا واحد اللحظه في شي لقاء كانوا غيوصلوا انهم غيتشدوا. هذه العباره على هذا السبب ديال هذا النعت بانه كيناتوا بانه سكير. هذه باش يعرفوا الجزائريين، يعرفوا الدوله ديالهم كي دايره، يعرفوا الدوله العسكريه كي دايره. صراع بين العمامره وبين تبون، هذا الصراع هذا. اكثر من ذلك انه كاين واحد الجناح اللي حدا تبون، انه بدا الان كيفكر في وزير الخارجيه اللي جاي. شكون هو؟ شكون هذا وزير الخارجيه اللي غيكون؟ معلومات كيقول لك بانه بدا تهيئ ديال بعض تهيئ. اما كاين واحد هذاك شفيق مصباح مازال عنده هذا الطموح هذا، حسب بعض المعلومات هذاك اللي كانوا داروا ديال وكاله شي حاجه سموها التعاون، واللي كان مع العمامره، ولكن رغم ذلك انه كيمشي يرتب، هذا رجل ديال المخابرات ديال الكبرانات، كيمشي يرتب اللقاءات مع العمامره وكيوضع الخطط وغيرهم. كاين الان كيقول لك بانه هو كيحاول يكون هو، ولكن هو غير مقبول عند الكبرانات الاخرين. وكاين ايضا سفير ديال الكبرانات اللي كاين في واشنطن كيهيئ نفسه. اذا بدا الصراع، والعمامره تكلبت عليه الامور. اولا هذه المساله اللي وصلت، ثانيا العلاقات ديالو لما دار زياره لفرنسا، والبعض كيقول بانها زياره مشى على اساس انه يحاول يرد العلاقات، فاذا به ولا كيطعن في الرئيس. ثم الفشل ديال الدبلوماسيه كلها ديال هاد المرحله هذه. وهنا كاين المعلومات تقول بان تبون كان معارض باش يكون العمامره منذ البدايه، باش يرجع العمامره، كان معارض هذه المساله هذه. اذا الوضع راه هو هذا، الوضع هو العمامره انه زار فرنسا وشتم الرئيس، شكون اللي نقل هذه المساله؟ نقلها السفير ديال الكبرانات اللي كاين فرنسا، هو اللي نقل هذه المساله هذه.
نقلها الى تبون والى محيط تبون، والان خداو القرار بدا الصراع بانه باش ما يبقاش العمامره. باقي عندهم هذه المساله ديال ان العمامره جابوه وداروا ليه واحد شنا الطريقه اللي داروا بها الاخراج وغيرهم بانه رجاء باش يرد على المغرب. قدب المشكل دابا في هذه القضيه فيها المغرب، الى درجه ان الموقع ديال خالد نزار كيكتب كيقول لك ديال المعلومات كلها راه المغرب اللي قيلها، المعلومات صحيحه ماشي المغرب اللي يدير هذه المساله، دي معلومات صحيحه. والدليل فينا هو العمامره، علاش العمامره ما كيحضرش؟ فينا هو العمامره ما كيحضرش؟ كيقول لكم لا هاد الامور كيتلقاها المغرب، لا صحيحه. وهذا في حاله ما الى استمر مازال استمر العمامره، راه النظام العسكري مشتت، بمعنى انه مشتت تبون شنقريحه العمامره المجموعه كامله. ولكن هذا شنو معناه؟ معناه انه بداتها انهيار ديال الدوله العسكريه، هو بدا من الراس، بمعنى بدا من الراس، ها هو انهيار بدا بهذا السبب هذا، لان ما كايناش في شي دوله اللي كيكون هذا النوع، بمعنى انه كيمشي باش يعرفوا الناس شكون هما طبيعه الحكام اللي كيحكموا الجزائر. كيفاش ان وزير الخارجيه كيمشي وكيشتم الرئيس وكيقول بان الرئيس سكير؟ السؤال هنا ملي كيقول انا هذا الرئيس سكير، حتى فين هي الدعوات ديال الائمه وفين هي الامور اللي كنصدع بها؟ يعني نضرب كلشي، يعني نضرب كلشي هذه الامور، ضربها هنا، ضرب الصوره كامله، ضربها العمامره، ضرب هذه المساله هذه. هنا السؤال اشنو كيقصد بها؟ باغي يوصل للسلطه، ولكن انه كيضرب الدوله كامله. اذا هنايا هذا واضحه هذه المساله هذه واضحه الان، السبب راه هو هذا. وهذا غنتبعوا هذه النقطه ونشوفوها فين غتوصل. الموضوع الثاني مرتبط دائما بالبلاد ديال الكبرانات، هو موضوع خطير جدا. علاش؟ لان العدوى ديال البلاد الكبرانات وصلت الى تونس. تونس هاد التجربه اللي كانت كتطور في واحد المسار، تونس اللي فيها فقهاء كبار ديال القانون الدستوري، كنهضر على عياض بن عاشور، كنهضر على واحد المجموعه الغريري، واحد المجموعه غازي غريري، واحد المجموعه هنا اللي بدلوا واحد المجهود في واحد المرحله كيحاولوا يطوروا واحد التجربه اللي نشأت في ظروف معينه كنعرفوها، فإذا بها كاين بدات امور اخرى الان اللي هي خطيره. ما هي؟ حدث غير عادي، وهو المحاكمه ديال رشيد عمار. رشيد عمار هذا جنرال، هو القائد ديال الاركان اللي هو ارتبط بواحد المرحله معينه، ارتبط بمرحله تغيير في تونس، الإطاحة بن علي كان حاضر وكان لعب واحد الدور، ودور اللي هو مقبول عند التونسيين. السؤال هنا، علاش الملف ديالو اللي كيرجع الى سنة 2011 كيرجع الان؟ علاش ملف كيقول لك بانه امر باطلاق النار وغيره، علاش كيرجع في هذه اللحظة هذه؟ علاش بدات محاكمة ديال قيادات عسكرية؟ هذا سؤال. واش كاين ليد ديال الكبرانات وراء هذه المسألة؟ راه تحدثنا وقلنا بأن الكبرانات كيحاولوا أنهم يديروا الفوضى في تونس. هاد باش نفهموا المسار، هاد رشيد عمار تولى رئاسة الأركان بعد مصرع ديال واحد الرئيس ديال الأركان سابق اللي هو عبد العزيز السكيك، هذا اللي مات في عام 2002 في واحد التحطم ديال طائره ديال الهليكوبتر، وماتوا معه واحد 10 ديال الناس. والحادث وقع مباشره بعد، هذا الحادث كان وقع في واحد اللحظه اللي كان فيها الكبرانات قالوا بان كانت في تونس، تهموا تونس انذاك بانه راه الارهابيين كيتسربوا من تونس وكيدخلوا الى الجزائر. تهموها في هذا السياق. مات هذا قائد الاركان الاول، طائره مصرع ديال الطائره
انفجار ديال الطائره في هذه اللحظه هذه بالذات. وهنا غنفهموا المساله مزيان. الا غتلاحظوا بانه الان ملي كنهضروا على الشعابني وكيفاش كينطلقوا منها تنظيمات ارهابيه وكتضرب داخل تونس وكترجع، والشعابني راه جات هنا داخل كيدخلوا الجزائر، هنا كيعاودوا يهربوا يدخلوا للجزائر، هنا كاينه تنظيمات خطيره، هنا راه كيبان بانه راه الكابرانات عاودوا بناو نفس انتقموا من تونس. القضيه ديال الشعبني اللي كاينه الان ومازال مستمره اللي فيها تنظيمات هما انتقموا من تونس، ما انتموش لتونس مزيان. في 2002 لما الكابرانات اتهموا تونس عاودوا هما الكابرانات بناو هذه المساله وكانوا كيهيئوا يبنيو هذه المساله هذه بحال هكا. هذا القائد هذا غادي يستقل، غنمشي مباشره، انت غادي يستقل. هذا متهم الان بالاحداث ديال جونفي 2011. هو استقل تقريبا، انت استقل في واحد اللحظه اللي بدا فيها احداث، استقل في 2013 اللي بدات فيها احداث ديال الشعبني. استقل هو، ومن بعد غادي يستقل قائد الاركان اللي غادي يجي من وراه. بمعنى كانت الاستقاله ديالو والاستقاله ديال قائد الاركان اللي غادي يجي من وراه. هذه المساله هنا كطرح سؤال، علاش كاينه هذه الاستقاله؟ علاش كانت هذه الاستقاله في هذيك المرحله؟ ثم واحد السؤال اخر، علاش كاينه المحاكمه ديالو الان بعد طول هذه المده اللي دازت الان؟ علاش هذا رشيد عمار استقل بعد فتره وجيزه من البدايه ديال الاحداث ديال الشعبني مباشره، ومن بعد واحد اخر اللي هو قائد الاركان الثاني اللي هو صالح الحامدي غيجي بعد واحد العمليه، غيجي عام من وراه، غيجي بعد واحد العمليه اللي كانت ديال 16 يوليوز 2014 اللي مشات الضحيه ديالها 15 جندي، حتى هي نتيجه عمليه ارهابيه. علاش كنقول هذه الاحداث الان؟ باش نفهموا علاش كاين المحاكمه ديال هذا الجنرال المتقاعد رشيد عمار، علاش تفكروها الان في هذا الوقت هذا؟ علاش؟ اولا هذا راه مرتبط بواحد الاحداث كانت انذاك، وعنده معلومات، عنده معلومات على ما يجري في هذيك المجرى في هذيك المرحله. ثانيا هذا مرفوض، كان مرفوض من طرف الكبرانات، مرفوض من طرفهم الكبرانات ديال الجزائر. ثالثا المعلومات اللي كتقول بانه كاين اختراق الان ديال من ديال الكبرانات اخترقوا تونس. رابعا انه ربما كتبان لنا بحال ديك الوصفه اللي كيديروا الكبرانات. اش كيديروا الكبرانات دابا؟ كل مره كيجيبوا واحد كيحاكموا. واش السؤال هنا، واش دخلت تونس في نفس الدوره حتى هي دخلوها فيها الكبرانات؟ هذه اسئله فقط كطرح مع التوانسه، لان هذه العمليه ماشي عاديه انه تبدا محاكمة ديال جنرال متقاعد اللي عنده دور. هو كاين فيه امور ديال التهم اللي تقالت عليه، لانه كان كيتقال بانه كان يريد ان يكون رئيس دولة، هو كاين فيه هذه المسألة هذه، وكيقول بانه راه كان تحت اوامر ديال وزير دفاع انذاك. هذه الامور كلها كاين فيها، ولكن السؤال هنا علاش، واش ما كايناش اليد ديال الكبرانات وراء هذا الشيء هذا؟ واش ما كايناش اليد ديال الكبرانات انها تريد خلق واحد الفوضى في تونس؟ لانه الكبرانات عندهم هذه المساله انه كل دوره كتلقى بانه كيتحاكم واحد الكبران قديم. هذا جنرال سالات المهمه ديالو، الان كيتحاكم، وهذه المساله دايره واحد الضجه وكاين نقاش كبير. انا فقط هنا كننبه لواحد الزاويه من خلال هذه العناصر، هذا المرحله اللي تولى فيها قياده الاركان، السياق اللي كان عنده مرتبط باحداث وقعات باتهام اللي طقوها الكبرانات انذاك، ثم العمليه ديال الاستقاله ديالو جات مباشره ملي بدات المواجهات في جبال الشعبني، من وراه بعام قائد الاركان الاخر اللي هو الجنرال صالح حمدي حتى هو غادي يستقل. علاش؟ ثم الان بعد هاد الزيارات اللي بعد هاد التقارب الكبير اللي وقع ما بين الكبرانات وتونس، كيبدا المحاكمه ديال رشيد عمار. علاش؟ واش هاد المساله صدفه؟ واش ما كايناش اليد ديال الكبرانات
هنا في هذه النقطة. إذا كانت اليد ديالك وراك